ما معنى ما جاء في الحديث فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه؟ قوة، إذا كان في دينه صلابة يعني قوة، يستطيع أن يصبر على ما يصيبه فإن الله يبتليه ليصبر ويثيبه. وبشر الصابرين، الله بشر الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا في الصابرين. نعم.